مريم فارس فجات مريم فارس فاش كانت في المؤتمر الصحفي هضرات على مصر وبتتخ ما كانتش قاصده ما كانش قاصده داك الشيء ولكن لومبلوغ او الحجم اللي خدا الموضوع حجم كبير. انت في رايك كفنان واش كانت مبالغه في التعاطي مع الموضوع ولا خصها ما تهدرش بحال هكذاك في الموضوع ده؟ ان لكل جواد كبوه. ساعات الواحد بيبقى عايز يعبر على حاجة وبيطلعها بطريقة غلط. مريم فارس فنانة تقدر وتحترم وفعلا أنا عارف حبها لمصر وعارف قد إيه بتحب مصر وكل الكلام ده، بس ساعات الواحد بيطلع لفظ ما يكونش قصد إن هو يتقال بس المشكلة على مستواها الفني ومستواها الجمهوري لازم الواحد عامة يبقى ياخد باله شوية في الحاجات دي، لأن الكلام دوت يعني ما حدش لو عاب في بلد البلد دي هتتعاب. بس وهي ما كانش قصدها تعيب الصراحة، أنا إحساسي بيها إن هي ما كانش قصدها تعيب، بس بتحصل إن واحد بيغلط بطريقة ما.